يستمر الاقبال على الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس السبت نحو مليون ومائه وخمسه وتسعين الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليون ومائه وثمانيه وستين الف شخص هذا وقد تلقى الجرعه المنشطه من التطعيم اكثر من سبعمائه وثلاثه وثلاثين الف شخص